مساء الخير أيها الحضور الكريم، مساء الخير الرفاق والرفيقات. يسعدنا في هذه الأمسية بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية أن نستضيف في المنبر التقدمي كل من الأستاذين المناضل الحقوقي عبد النبي العكري، وهو غني عن التعريف، وسيتناول في ورقته العدالة الاجتماعية ما بين الطموح والواقع مقاربة الأمم المتحدة. والمتحدث الآخر والباحث والمحاضر الأكاديمي الأستاذ عيسى سيار، ورقته سوف تتناول أو تسميتها العدالة الاجتماعية بين الوثائق والمصالح. بداية سوف أقرأ مقدمة كمدخل للندوة، ثم نعطي الكلام بداية الأستاذ عيسى ثم الأستاذ عبد النبي العكري. اختارت الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة تاريخ 20 فبراير من كل عام كيوم للاحتفال العالمي بالعدالة الاجتماعية، ويعد هذا اعترافا من الأمم المتحدة بازدياد الفقر والتهميش على مستوى العالم وبلوغه مستويات عالية وغير مسبوقة، واتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء على مستوى العالم. أما في منطقتنا العربية فقد كان غياب العدالة الاجتماعية أحد أسباب اندلاع ثورات الربيع العربي، وكان شعار العدالة الاجتماعية هو الشعار الذي رفعته الجماهير إلى جانب شعار الخبز والحرية. ولكن هنا يطرح السؤال نفسه، وهل يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية في نظام يقوم أساساً على غياب العدالة الاجتماعية؟ في النظام الرأسمالي الذي تعيش اليوم معظم شعوب الأرض في ظله، يقوم بالأساس على الاستغلال، واقتصاده يقوم على معادلة مراكمة الربح في جانب والإفقار في الجانب الآخر، وعلى ازدياد الفجوة وعدم المساواة بين أصحاب رأس المال وبين العمال. وفي مجتمعاتنا العربية والتي تعتبر اقتصاداتها اقتصادات تابعة وديلية للاقتصاد الرأسمالي الإمبريالي العالمي، وهي اقتصادات مخطط لها وظيفتها ضمن الاقتصاد الرأسمالي العالمي كاقتصادات ريعية غير منتجة، وهي تجد نفسها بحكم وضعها هذا مجبورة على اتباع وتنفيذ سياسات البنك الدولي لخصخصة القطاع العام والتخلي عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها في شتى المجالات مثل التعليم والصحة والعمل، ويجد مواطنيها أنفسهم يتحملون ضرائب وأعباء لخدمات كانوا يحصلون عليها. هل بإمكاننا التحدث عن تطبيق هذه الدول للعدالة الاجتماعية؟ سنترك الإجابة على هذه التساؤلات وعلى التساؤلات الأخرى لمحدثينا في هذه الندوة، ونبتدئ بالأستاذ والباحث والمحاضر الأكاديمي الأستاذ عيسى سيار، فليتفضل. شكرا جزيلا. حقيقة أول ما اتصل فيني سيد فاضل الحليبي يعني يدعوني لتقديم الندوة، طبعا أنا ما أحتاج حق دعوة، فقال لي أريدك تقدم شيء في العدالة الاجتماعية. فرأسا جاوبته قلت له سيد الله يعظم أجرك، قال لي في من؟ قلت له في العدالة الاجتماعية. فضحك سيد كعادته، لأن أنا حقيقة اخترت الموضوع بعناية فائقة، يعني لم يكن اختياري للتايتل جزافا، العدالة الاجتماعية بين الوثائق والمصالح. موضوعي مر الهامش الوقت المساحة اللي عندي، يعني لا بأس.
هو موضوع يعني عديته إعداد يعني أنا أقول سريع، لكن حاولت أركز على المدخل الدولي ثم دخولا إلى الوطن العربي وبعض الأحداث المرتبطة بالعدالة الاجتماعية ومنها الربيع العربي، ثم راح أعرج شوي على الديرة، وأتمنى كلامي خفيف على المنبر لأنه تحت التلسكوب. عموما حقيقة يعني يؤسفني القول أن أهم إنجازات الأمم المتحدة اللي هي بيت العالم إنجازة للتعبير، أهم إنجازاتها إصدار الوثائق، وهي طبعا خبيرة في هذا الشيء وما حد يقدر عليها لما توظفه من طاقم من الخبراء ومن المتقاعدين في دولهم. ولكن هذه الوثائق اللي أصدرت في مجال التنمية الشاملة والتنمية المستدامة Sustainable Development من أجل دفع عجلة السلام والأمن، إلا أن ذي الوثائق موجودة، يعني إذا بعد موجودة في الأدراج زين، لأنه ليس لها صفة الإلزام ولا لها آلية للتطبيق، وآخرها القرار الخاص بالقضية الفلسطينية ضد اللي هي الإدارة الأمريكية بنقل السفارة. وللعلم في عجال أخواني، الأمم المتحدة منذ ومجلس الأمن الدولي منذ أن أنشئ في 1948 أصدر 560 اتفاقية ومعاهدة ووثيقة، 560 لها علاقة بالأطراف المعنية الستيك هولدرز. طبعا قطت هذه مجالات عديدة وواسعة وكثيرة، وما تم شيء ما تكلموا فيه. يعني بقول لكم نماذج في عجالة، يعني بدأوا باتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، هذا 1948، وعرجوا على 65 على اتفاقية، هاي طبعا اللي بعطيكم إياه يعني بحر من قطرة من بحر، الاتفاقية الدولية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 66، بعدين 79 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز، جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بعدين اتفاقية حقوق الطفل في 89، دخلنا بعدين على 99 اتفاقية دولية لقمع تمويل الإرهاب، ورحنا على اتفاقية مكافحة الفساد 2003، وبعدين يعني تم يعني تحريكها في 2005 الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وغيرها من اتفاقيات صدرت ومواثيق. هذه نماذج. كذلك الأمم المتحدة الله يطول عمرها إن شاء الله أنشأت المجلس العالمي لحقوق الإنسان، وما أدراك بهذا المجلس، والذي جُيّر لمصالح وتعامل معه مثل ما يتعاملون بلعبة الورق اللي هي البتة، أمتي يبون الخانشية، أمتي يبون الحكم، أمتي يبون الجوكر، وغيرها من تحالفات من أجل مصالح. وانتو شفتوا التقرير اللي أعده أحد الحقوقيين اللي هو ما يحضر اسم اليهودي عن القذف والهجوم
الإسرائيلي أو الصهيوني على غزة، كيف لم يتم تفعيله بإرادة؟ طبعا في هذا الميلس تقدم المصالح على الحقوق مع الأسف، هذه ميلس عالمي يعني، وبالتالي في الكواليس توضع الدولارات وتوضع الكذا والمصالح، وبطلع لك مني ومني وروح لمني وصوت لي ضد حقوق الإنسان. في وين؟ في الميلس العالمي لحقوق الإنسان اللي المفروض يدافع عن العدالة الاجتماعية، أساساً مسوينا على أساس العدالة الاجتماعية. أنا طبعاً بدخل للمدخل العالمي على أساس أوضح كيف المصالح تلوي ذراع المبادئ، رغم أن المصالح واضحة. هذه إسرائيل ضربت غزة بأسلحة محرمة دولياً، ما ينتظرون أن المنظمة التحرير الفلسطينية وتقرير محكمة العدل ولا محكمة الجرائم في روما ولا في لاهاي، مو ضروري. يجب أن المجتمع إذا عنده إرادة فعلاً حقيقية أن يحاكم هذه الدولة المارقة، ولكن هذه المصالح تلوي ذراع الوثائق، أو الوثائق يبقى موجودة حبيسة الأدراج. أمثلة سريعة أخواني، أمريكا هاجمت العراق دون تفويض أو قرار دولي، وتركت أكثر من 1,000,000 عراقي، وأبادت أكثر من 1,000,000 عراقي مدني، قد يكون مو هي ولكن بوسائلها بشركاتها الخاصة، بترك العراق بهذه الشاكلة، يعني مجتمع سياسي خديج مش عارف يروح وين ومش عارف يقوم على ريله، اختلاسات وإلى آخره، وما تدري وين رايح هذا البلد. أمريكا نشرت الفوضى في الشرق الأوسط وحليفتها بريطانيا في عهد بوش الابن، وحليفتها بريطانيا مع توني بلير الذي حوكم في بلده، حوكم في بلده ولكنه فلت من العدالة الدولية وأدين في بلده على شيء ارتكبه، لكن ما ودوا المحكمة. إسرائيل الكيان العنصري المارق، المارق وهو آخر نظام عنصري في العالم وأطول استعمار، لم ينفذ أكثر من 40 قرار. هذه مو بصادر من عندنا ولا صادر من منظمات مغضوب عليها، صادر منظمات تشارك فيها الدول. هذه مجلس الأمن مو بالأمم المتحدة. أضف إلى ذلك أن المجلس دي تقريبا أكثر أو في حدود 30 قرار استخدمت أمريكا الفيتو، الفيتو ضد مصلحة الشعب الفلسطيني وحقوقه. هذه في إطار العدالة. مذابح رواندا جرت تحت سمع وبصر المجتمع الدولي. حقوق العمل والمواثيق اللي أصدرتها منظمة العمل الدولي ILO، فين هذه الحقوق والمعاهدات والمواثيق؟ طبعا اجتماعات العمل الدولي شارك فيه 3 أطراف الإنتاج، لكن عند التنفيذ وين؟ أين حقوق العمال؟ ماذا قدمت UNDP للإنسانية؟ وين العدالة؟ شوفوا في كل مكان اللاجئين ما لاجئين. إذن ما هي مخرجات هذه الاتفاقيات؟ وماذا طبق منها اللي أنا قلتها وكثير منكم يعرفها في تأسيس للعدالة الاجتماعية؟ هذه فكرة سريعة عن المجتمع الدولي.
أدخل على العالم العربي. طبعا العدالة الاجتماعية في الوطن العربي، الأنظمة العربية بشكل عام، آخر شيء تفكر فيه العدالة الاجتماعية، لأن مساس بها، مساس بسطوتها. هذه مفهوم، هو مفهوم أخذ يتطور، هو أكثر من مصطلح، ولكنه مفهوم مثقل بدلالات أيديولوجية وفلسفية وسياسية ودينية. مرة يجيبون كذي، مرة يجيبون كذي، مرة يحطون كذي، وصاير تيلر ميد بمثابة كل يغني على ليلى في إطار العدالة الاجتماعية. تي دولة يعني ما حد يتنسم فيها، يقول لك احنا رائدة في العدالة الاجتماعية. طيب كيف الواقع موجود في العالم العربي؟ الدول العربية هناك تفاوت تنموي، ولكن كلها دول تحكم باتجاه واحد، أي لا توجد شراكة في الحكم، هي لا تقوم على الشراكة الاجتماعية، ولكن دساتيرها تقول أن الشعب هو مصدر السلطات. احنا واحدة من هذه الدول، ولكن لو تروح حق سياسات هذه الأنظمة اللي فيها دساتير حلوة بعضها صوتوا عليه في ميلس تيلر ميد، وبعضهم سووه كذي ونزلوه بباراشوت الدستور، قالوا لهم اخذوه حلو ذي الطبق. هذه الدول التي لا تقوم في الدول العربية على الشراكة المجتمعية تكرس الفقر والتهميش والإقصاء وعدم المساواة. مثال بسيط، يعني عندنا في البحرين إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وسياسات اقتصادية، شيء حلو، لكن هذه كاقتصادي، هذه حزمة، مو على كيفكم. إعادة هيكلة اقتصاد هي حزمة، مش يل منها الأعواد اللي تبيها وتخلي الأعواد اللي ما تبيها، ويعيش الناس في فقر وانحلال للطبقة المتوسطة. إذا تطبقها، تطبقها as a package، ما يعرفونها، وإحنا نعرفهم وما يبون يسوونها، لأن مساس بالسياسات الأحادية اللي هي الانتقائية اقتصاديا اللي يتبعونها، وهي تكرس التهميش والفقر وركوع الناس. يعني الناس تصير مثل الحادبة، بس تطالع الأرض ويمكن تدعم الطوفة وبعد تقول والله هذه طوفة. طبعا أنتقل إلى موضوع أن الانتقال إلى مجتمع يتمتع بالعدالة الاجتماعية أصبح محال أو مستحيل أو صعب. فسروها مثل ما تشوفون، لأنه هو في قطاع عالمي في تشدق بحقوق الإنسان وإلى آخره، وتطلع لك مثلا وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض وتقرير حقوق الإنسان، ويظهر الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ويتكلم ويتكلم، كله شيء حلو، لكن على صعيد التنفيذ لا تجد شيء. هناك طبعا شعار للعدالة الاجتماعية مطروح. العدالة الاجتماعية الشاملة لا تعني العدالة في القانون أبدا. عدالة القانون خلوا بالكم هي جزئية من عدالة شاملة ينبغي أن يتميز بها النظام الحاكم، أي الدولة بمؤسساتها. ولا زال لحد اليوم موضوع العدالة مثل ما قلت لكم، كل واحد يرى الضوء على قرصه، هذه يقول أنا عدالة وهذه، ولكن في النهاية معروفة الدول هذه اللي تريده تنفذه، تجير القضاء، تجير مجالس التشريعية، تجير
وهي موجودة منتخبة بس مجيرة، القانون موجود، القرار بالتليفون يقولون حق الأوادم، قرار قصدي في المحاكم يعني بشكل عام أنا أتكلم. لو ين حق مرتكزات العدالة الاجتماعية في عجالة، كثير من الدراسات العالمية والعربية وحتى احنا في الخليج اطلعت على بعضها، ولن أدخل في يعني تفاصيل أكاديمية أو تعريفات من هالقبيل، ما يحتمل هذه جمعنا. هناك مرتكزات أنا وضعت عليها بعض الإضافات ينبغي أن تتواجد حتى يمكن أن نقول بأن هذا مجتمع أو ذاك يقوم على العدالة الاجتماعية أو مؤسس على العدالة الاجتماعية. أول شيء أخواتي إخواني هو الحكم الديمقراطي الرشيد، ولن أدخل في تعريفات قلت لكم، وهو أساس وجود العدالة الاجتماعية، دولة القانون والمؤسسات قولا وفعلا. وأنا جبت أمثلة، المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، 3-4 التوزيع العادل للموارد، 5 الضمان الاجتماعي، توفير السلع العامة للمواطنين، والتنمية المستدامة، العدالة للأجيال. بعدين النقطة الأخيرة، كنا بيعطوني وورنينج أصفر، فبحاول أتفادى حتى أني أنا أخذ وورنينج عطانية، فأتمنى ما يعطيني الحمر. يعني في 120 ثانية مو بدقيقة بتكلم عن التجربة السنغافورية والبحرين كمثال. يحضرني طبعا احنا شباب، يعني بقول المثل، يحضرني ان احد المسؤولين في حدود 20 سنة ماضي في البحرين، عندي حقيقة اخبار الخليج موجودة، قال الله يرحمه ان احنا خلال 10 سنوات سنكون سنغافورة الخليج، يمكن تتذكرون هذه الشباب اللي في جيلنا. زين، في ناس تهز راسها بالذات بنواف الدكتور دكتور يوسف. المهم سؤالي ايش علاقة دي بالعدالة الاجتماعية؟ واحد سألني قلت له حتى نكون سنغافورة الخليج ممكن أن نكون، وإحنا يعني مو بقليل على تجربة سنغافورة، لكن المبادئ اللي طرحتها، لأن سنغافورة وفرت البيئة الحاضنة، خلوا بالكم الويلكمينج انفايرمنت، البيئة الحاضنة للعدالة الاجتماعية. إحنا ما أدري كم وزير عمل راحوا مثل حج حجون ومعاهم 20 نفر، وعقب ضموا لهم كم واحد من تمكين، وقعدوا شهر واستانسوا وياو، وين راحوا سنغافورة، وراحوا وشافوا ويابوا سووا محاضرات، بقيت 60 ثانية وياو ولا حتى يعني ربع سنغافورة، لأن المقومات اللي قلت لكم عنها، الحكم الرشيد، دولة القانون والمؤسسات، يعني كل هذه مو متوفرة. إذا ما نقدر نسوي عدالة. هذه باختصار شديد. أختم في 60 ثانية البونس اللي عطوني إياها. ما المطلوب؟ يعني بعد نقعد نقول الله يرحمه هذه العدالة مثل ما قلت حق سيد، ودقلوها ودفنوها؟ لا، نحاول نحيي العظام وهي رميم، إنجاز للتعبير. أنا أعتقد، وهذا شيء يعني خيالي، يمكن تقولون عيسى، الأخ عيسى يحلم، بس الحلم على الأقل مو ممنوع، ما بيحاسبوني عليه الحمد لله.
أعتقد آن الأوان أن يعاد النظر في آلية عمل الأمم المتحدة وميلسها، ميلس الأمن، أنا بقول ميلس، إذا تعدل بقول مجلس، ومجالسها الأخرى ومنظماتها وأذرعها اللي تصرف عليها المليارات. طبعا اللي يدفع يتحكم، اللي عنده الدولار. رقم اثنين، أن تمارس الشعوب حقوقها في نيل العدالة مستفيدة من كل ما هو متاح من قوانين. ترى الدساتير فيها يعني خلينا نقول بعض الأمور اللي ممكن يدخل منها الواحد. وتذكر طبعا نستخدم هذه القوانين والأنظمة والمعاهدات الدولية. وتذكر في بروفيسور في مصر في جامعة القاهرة كان يدرسنا القانون، علم القانون الاجتماعي، قال مرة يا أولاد القانون حمار، اللي يقدر يركبه يعديبه، يعني اللي عرف الطلعات والخرجات ماله. وآخر نقطة عندي قبل يوصلني الكارت الأحمر واستعين بكم، وسائل التواصل الاجتماعي التي أحيت الوعي المجتمعي والضمير الجمعي، لأن يمكن ذي الوسيلة النظام الأنظمة المستبدة، يعني نظام مبارك ما قدر عليها، وحتى لو يوقفها بيطقون على رأسه من فوق. لذلك ممكن أن تستثمر في ظل القمع المستبد من أجل إحياء الشعوب. واحد سألني هل ممكن الشعب المصري ينهض؟ نعم. وقبل يومين حطوا برنامج في البي بي سي اللي هو شو اسمه نقطة حوار، وأجبني تحليل أحد شباب ثورة شباب 6 أبريل اللي كان له دور. قال إذا إن شاء الله قال إذا قدرنا نحيي من جديد الوعي الثوري والوطني لدى الشعب المصري في ظل هذا القمع سوف يقوم من جديد. وشكرا وأسف على الإطالة. أشكر الباحث والمحاضر الأكاديمي الأستاذ عيسى سيار، وننتقل الآن إلى الحقوقي الأستاذ عبد النبي العكري، وهو سيتحدث عن العدالة الاجتماعية ما بين الطموح والواقع مقاربة الأمم المتحدة، فليتفضل. مساء الخير جميعا، وشكر للمبر التقدمي على الاستضافة وعلى هذه الندوة، وشكرا لجميع الحاضرين. الحقيقة الوقت كان ضيق جدا اللي أعطي لي في إعداد، يعني أعتقد قبل 3 أيام أو 4 أيام، ولذلك هذا مش تبرير للقصور ولكن شرح الظروف. ولذلك سأطرح أنا بعض النقاط ونترك كم الوقت المتاح لنا؟ 3 ساعة. طيب، أولا ناخذ، أنا كنت بخلي الموضوع مركز على مقاربة المتحدة، لكن شيئا ما سأطرح جانب وجهة نظر المتحدة والنظام العالمي إلى آخر ذلك فيما يتعلق بآليات بالمرتكزات وآليات العدالة الاجتماعية، لكن هذه فقط جزء، الجزء الآخر سأتعرض عليه، سأتعرض إلى يعني قيم العدالة الاجتماعية عبر ديانات التاريخ إلى آخر ذلك، حاليا كيف تتمثل، ما هي، هل نحن متفائلين بأن ستتحقق يوما ما عدالة اجتماعية أو لا، سندور في الحلقة المفرغة. مثل ما ذكر أنه 20 فبراير الأمم المتحدة قررت ليوم العدالة الاجتماعية، يعني عقب كم يوم، ونتوقع، ولذلك أنا ارتأيت أنه أرجع إلى موقع الأمم المتحدة لأخذ منه ما هو تعريفهم، ما هو باختصار شديد. طبعا العدالة الاجتماعية كتبت عنها مجلدات وغيرها وغيرها، تتعلق بكل جماعة من ناحية الحياة، يعني كل شيء في الحياة له علاقة بالعدالة الاجتماعية، كل شيء في النظام السياسي له علاقة بالاجتماعية، كل شيء في تركيبة الدولة له علاقة، كل شيء في النظام العالمي له علاقة بالعدالة الاجتماعية. لكن باختصار شديد سأقرأ هذا التعريف من موقع الأمم المتحدة.
يقول العدالة الاجتماعية مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم، داخل الأمم وفيما بينها، الذي يتحقق في ظله ازدهار للازدهار. ومن ثم فعندما نعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين، ويكون ذلك إعلاء منا لمبادئ العدالة الاجتماعية، وعندما نزيل الحواجز التي تواجهها الشعوب بسبب نوع الجنس والسن أو العرق أو الانتماء الأثني أو الدين أو الثقافة أو العجز، نكون قد قطعنا شوطا بعيدا في النهوض بالعدالة الاجتماعية. وبالنسبة للأمم المتحدة، يشكل السعي إلى كفالة العدالة الاجتماعية للجميع جوهر رسالتنا العالمية، ألا وهي تحقيق التنمية وصون كرامة الإنسان. ومع اعتماد منظمة العمل الدولية في العام الماضي للإعلان الخاص بالوصول إلى مثال واحد على الالتزام ومنظومة الأمم المتحدة بالعمل على تحقيق العولمة المنصفة، طبعا لأننا نعيش في عصر العولمة تعاطت معها الأمم المتحدة بهذا الشكل. ومن خلال العدالة الاجتماعية فالإعلان يركز على ضمان حصول الجميع على حصة عادلة من ثمار العولمة، مما يتأتى بتوفير فرص العمل والحماية الاجتماعية، ومن خلال الحوار الاجتماعي وأعمال المبادئ. ويذكر بأن موضوع العام السنة هذه في موضوع العدالة الاجتماعية هو تنقل العمال طلبا للعدالة، هذا هو الفوكس يعني مال الأمم المتحدة ل 2018. ويتكلم عن ترتبط الهجرة في العصر الراهن ارتباط مباشر أو غير مباشر بقضية البحث عن فرص العمل اللائق، وحتى لو لم يكن العمل هو المحرك الرئيسي فإنه عادة ما يكون الدافع وراء في مسألة الهجرة. ويتكلم عن عدد المهاجرين ودورهم إلى آخر ذلك. إذن السنة الفوكس على الهجرة في دورها في تحقيق العدالة. الآن سنتكلم باختصار، سأطرح باختصار شديد على الأمم المتحدة. الأمم المتحدة هي، أول سؤال هو هل عالم بدون أمم متحدة أفضل من عالم بأمم متحدة على مساوئها؟ أنا أعتقد لا، إنه وجود أمم متحدة حتى يتشكل نظام عالمي آخر أو منظمة دولية أخرى، مثل ما جت الأمم المتحدة محل عصبة الأمم، إذا تشكلت منظمة أخرى أفضل من الأمم المتحدة وأكثر في بنيتها، أكثر ديمقراطية في 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 مرجعيتها، أكثر رجوع لمصالح الشعوب إلى الإنسان، تكون مرتبطة بالإنسان، سيكون هذا أفضل طبعا. لكن الأمم المتحدة قاصرة طبعا حاليا. يجب أن ندرك أن الأمم المتحدة هي منظمة الدول بالأساس، رغم أنه الإعلان في الإعلان العالمي يقول نحن شعوب العالم، لكن إذا تأخذ أنت في بنية الأمم المتحدة، هي بنية الدول. الجمعية العامة للأمم المتحدة مشكلة من دول، مجلس الأمن مشكل من دول. في السنوات يعني في عقود متأخرة بدأ يكون في طبعا تمثيل للشعوب، مثلا منظمات التحرير عندما قبلت في الأمم المتحدة هذا تمثيل لشعب أكثر مما هو دولة. عندما أعطي مجال في المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللي هو أحد أجهزة الأمم المتحدة لوجود منظمات مراقبة يسمونها NGOs، طبعا منظمات غير حكومية، ويعطين الحين تجاوز بالآلاف. ومجلس تحت مجلس حقوق الإنسان طبعا فيه هو مظلة تحت منظمات عديدة مثل مجلس حقوق الإنسان، مثل المنظمات التعاقدية، أيضا أحد المنظمات الدولية الأخرى، نتكلم مثلا عن ILO اللي هو منظمة العمل الدولية، مثل ما ذكر أنه في لها تمثيل، ولكن في الأخير العضوية في ILO هي عضوية الدول. صحيح في الجمعية العمومية يجلسون الثلاثة أطراف جنب بعض، لكن بعدين لما يصير حتى يصير في اجتماعات للدول لوحدها، ولذلك دور اتحادات العمال مش هي على قدم المساواة مع الدولة أو مع الحكومة أو رجال مع أصحاب العمل. على ذات المثال المنظمات الأخرى، لأن الأمم المتحدة هي منظمات، خلينا نقول منظمة الأم اللي هي في نيويورك، بعدين عندك عديد من المنظمات، منظمة الصحة العالمية، منظمة الزراعة الأغذية والزراعة، يونكتاد اللي هي منظمة التجارة، في وكالات تابعة لها UNDP، يعني بيروقراطية ضخمة طبعا، أو في تخصصية بعد ما بعدها شخص في منظمة مختصة بالتنمية اللي هي UNDP، في منظمة مختصة بالبيئة UNEP، في منظمة مختصة بالتنمية الصناعية، في يعني الأمم المتحدة طبعا تركيبة معقدة. لكن يجب أن ندرك كما يلي:
إنه هناك في دائما مثل ما طرح تفاوت بون كبير ما بين الوثائق والتنفيذ، لأن من الذي سيتحكم بالتنفيذ؟ علي أن أستدرك بأن بنية الأمم المتحدة غير ديمقراطية نفسها. يعني مثلا أنا أتكلم عن مجلس الأمن، مجلس الأمن هو نتاج للحرب العالمية المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، فخمس دول هي الدول المنتصرة والباقي ولهم حق الفيتو، وهذا يعني هم مقررين في السلم والحرب، هم المقررين. وتستطيع إلى دولة قوية مثلا أنت مثل الولايات المتحدة أو حتى روسيا أو الاتحاد السوفيتي سابقا أن يتجاهل ويتصرف من فرق. حتى بريطانيا بعد اللي يمكن نقول أنه مو دولة ما على الدولة العظمى حشنت حرب على الأرجنتين في حرب الفوركلاند. فإحنا لا نأخذ يعني طيب هذا هو صحيح. بالمقابل الأمم المتحدة كمحفل دولي ليس كله بهذا السوء. أنا أتوقع يعني مثلا إذا بناخذ تسلسل المواثيق اللي ما يسمى أو أجيال الحقوق اللي خرجت فيها الأمم المتحدة ساهمت في تعزيز بعض نضال الشعوب، مثلا الميثاق نفسه الإعلان العام الإعلان الميثاق الأمم المتحدة يؤكد المساواة بين الدول، يؤكد الحقوق عديدة جاءت في الميثاق وفي الدول. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد على حقوق أساسية للمواطن واللي كان غير معترف فيها من بعض الدول من بعض المجتمعات. العهود والمواثيق الدولية المتتالية أكدت على أشياء ما كان وساهمت أيضا في تغيير في العالم، مثلا حق الشعوب في تقرير مصيرها، حق التحرر من الاستعمار، حق تحريم العنصرية، تحريم الأبارثايد اللي هو العزل العنصري، مساواة المرأة، حقوق الطفل، التعذيب. يعني أستطيع مثل ما ذكر الأخ عيسى أنه هناك في 561. طبعا هذه يعني ليست لدى الأمم المتحدة لا القوة ولا الآلية ولا إرادة الدول لتطبيقها، لأن تطبيقها معناتها الإضرار بمصالح كبار. يعني أنت تشوف حتى نظام جنوب أفريقيا، طيب نظام جنوب أفريقيا تم تصفيته خلنا نسميه بنظام شعب جنوب أفريقيا، لكن بإدراك الكبار بأن من مصلحة أيضا نظامهم ودورهم في العالم غير أن يتم تصفية هذا النظام العنصري، لكنه لم يطبق ذات الشيء على إسرائيل كنظام فصل عنصري، كنظام استعمار استيطاني. لماذا؟ لأن إسرائيل أو الكيان الصهيوني وامتداداته داخلة في عظم يعني في داخل بنية الدول الكبرى العظمى، النظام العالمي المهيمن الذي يخضع باقي الشعوب، الذي ولذلك لا يجري بالعكس أعطي الشرعية الوجود ويجري تعزيز هذه الشرعية وقت لآخر. حتى مثل ما ذكر قرارات الأمم المتحدة المتخذة بأيضا قيام دولة عربية للجانب، دولة يهودية، عودة اللاجئين، دولة مستقلة، أيضا هذه يتم تجاهلها، وكذلك العديد من الحقوق. ولكن أقول بأنه بالنسبة، وأنا ما أريد أطول بالنسبة للأمم المتحدة، أقول بأن في لها جوانب، مثلا يعني الـ UNDP ليس بذات السوء، الإسكوا اللي هي منظمة التنمية لغرب آسيا اللي هي تختص، على فكرة الأمم المتحدة في لها مستويات عدة، في لها تنظيم عالمي اللي هي مثل جمعية العامة المتحدة أو الفاو أو المنظمات اللي ذكرناها أو الوكالات المتخصصة، ولها بنيات أيضا إقليمية مثل الإسكوا يعني اللي هو اللي هي تختص بالتنمية والاقتصادية والاجتماعية. كل مجموعة من القارات لها أو كل منطقة جغرافية لها إقليم يعني لها مكتب خاص بها. يعني مثلا الإسكوا تختص بغرب آسيا والمنطقة العربية، في أوروبا أيضا، في أمريكا اللاتينية، فإذا في أيضا منظمات تابعة للأمم المتحدة أو وكالات إقليمية لها حرية أوسع في التعامل يعني الأعضاء فيها، وكذلك المكاتب الإقليمية. يعني الـ UNDP لها مكاتب إقليمية، لها مكاتب في البلدان العربية، الهجرة لها،
التنمية الصناعية، البيئة، مثلا من البحرين هناك في عدة مكاتب تابعة للأمم المتحدة، هذه مباشرة تكمل. ولكن أستدرك في الأخير هذه المكاتب، هذه المنظمات أيضا اللي قرر لها سياساتها والتنفيذ هي الدول. فإذا أرادت الدول أن يعتمد على نوع النظام السياسي، إذا أرادت أن تستثمر إمكانيات الأمم المتحدة، وهي إمكانيات كبيرة جدا، سواء خبرات وخبراء وتجارب، وأن تستثمر التعاون مع الأمم المتحدة وتمويل الأمم المتحدة، تستطيع أن تتقدم. وإذا أرادت أن تشرك المجتمع المدني أو تشرك الفئات اللي يمثلون مصالح الشعب، ممكن تتقدم. ونأخذ على ذلك مثال، مثلا الدول في دول في أمريكا اللاتينية حتى استفادت من المتحدة، سواء في مكافحة المخدرات، في التنمية الزراعية، في التنمية الاقتصادية، في تقدم المجتمع إلى آخر ذلك. هذا يعتمد على قرار البلد. الأمم المتحدة تعرض إمكانياتها، ولكن ممكن أيضا نفس ذات الدولة اللي كانت تعطي مجال للأمم المتحدة أو لمكاتب المتحدة أو للأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تتعاون معها، ممكن تعمل ريفيرس، تعاكس وتغير السياسة وتقطع الطريق على مجلس حقوق الإنسان، على المفوضية السامية، على اليو ان دي بي، على كل وكالة الأمم المتحدة، وتقيدهم وتخليهم محصورين في مكاتبهم، أو لا تسمح لهم أصلا بزيارة أو وجود أو حضور أو دور. هذا بترك للدول. الآن أنا أريد أن أركز على نقطة ثانية، وهي العدالة الاجتماعية. طبعا ممكن يقال الكثير عن العدالة الاجتماعية، ونحن بعدين ممكن في النقاش، ولكن هذه قضية تاريخية، مش اليوم، هي قضية مرتبطة بالإنسان. من يمكن انتهى العهد المشاعي وتطورت البشرية، خلنا نقول، إلى تقسيم العمل للإنسان، أو وأيضا التفاوت بين الرجل والمرأة، وهيراركي أو نسميه بنية، يعني هياكل معينة للمكانة اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها، بدأت هذه القضية تطرح نفسها بين نزعة الإنسانية، واللي كثير أيضا من المبشر من الفلاسفة من الإصلاحيين يطرحونها، وبين واقع القوى اللي تتشكل في هذه المجتمعات التي تسودها الهيمنة والتمييز والتفاوت الاجتماعي والتفاوت الطبقي والتفاوت إلى آخر ذلك، والتفاوت مو بس مادي ومعنوي إلى آخر ذلك، عبيد، وحتى وصل إلى حد العبودية، إنه استرقاق أفراد أو شعوب بأكملها. يعني العهد الاستعباري ترتب عليه استعباد شعوب بأكملها، حتى الفتوحات اللي قبل الاستعمار، يعني مثلا الدولة العثمانية، هل كانت متساوية الشعوب الخاضعة لها؟ لا، أكيد. حتى الدولة الإسلامية، هل كانت الكل متساوي في هذه الدولة الإسلامية؟ أكيد لا. ومن هنا أنا في اعتقادي أنه هناك نزعة في التاريخ، في التاريخ البشري، نحو المساواة، نحو العدالة الاجتماعية، والبعض دفعها إلى المساواة الاجتماعية. الآن يمكن البعض يعتقد أنها تنحصر، يعني هي موجودة في الأديان، سواء الأديان الوضعية أو الأديان اللي نسميها سماوية أو التي تطلق عليها سماوية، سواء في البوذية، في الكونفوشيوسية، في الإسلام، في المسيحية، في اليهودية، في والمذاهب، هي هذه، وفي نصوص فيها، طبعا مش من نصوص اللي اليوم تفصيليا في مواثيق الأمم المتحدة أو غيرها أو في العصر الحديث، لكن في نزعات، في هذه النزعات موجودة، سواء في، وأيضا في مع العصر الحديث موجودة في المذاهب الاقتصادية السياسية الاقتصادية الاجتماعية. يعني احنا نتكلم عن من بداية القرن السابع عشر أو الثامن عشر، بدأ نتيجة للتطور في أوروبا، بدأ التطور المعرفي العلمي الاجتماعي، يتشكل هناك في نظري فلسفات، منها الفلسفة الرأسمالية، ومنها الاشتراكية. أنا أحاول أختصرها، يعني أكيد في الأطياف هذه في تداخل، لكن أحاول بكل باختصار بتركيز أقسمها إلى ثلاثة أقسام: الرأسمالية، الاشتراكية، الشيوعية. هل عالجوا هذه المذاهب، هذه النظريات الفلسفية، النظرية العدالة الاجتماعية؟ نعم، بس بكل رؤية، وداخل كل
كل مذهب أو كل فلسفة هناك تطور، هناك في تغيير. الرأسمالية بدأت بدعوة مرد يعني مطلقة ليبرالية يعني حرة بالمطلق، ولكنها في الأخير بدأ فلاسفة ومصلحين واقتصاديين داخل النظام الرأسمالي يطرحون القضية التضامن الاجتماعي، ويطرحون أيضا قضية العدالة الاجتماعية، بحيث أن أنت اليوم لما تنظر إلى تطور النظام الرأسمالي صح يهيمن عليه الرأسمالية الليبرالية واللي الآن سموها النيوروليبرالية، ولكن هناك فرق كبير ما بين مثلا دولة مثل الولايات المتحدة خلينا نسميها أو ودولة مثل فنلندا، وكلاهما نظام رأسمالي، لكن هناك في 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 هذا قطع شوط في عقلنة الرأسمالية، في ضبط الرأسمالية، في أنسنة الرأسمالية، وهناك في لا انفلات. ويمكن أحيانا يعني رجعنا مثلا لتشر وريغان لإعادة إحياء الرأسمالية المنفلتة، وأيضا الآن الكلام عن الرأسمالية المتوحشة. طيب، من ضمن المذاهب الاشتراكية اللي هي يعني خلينا نسميها وسط ما بين الرأسمالية، أيضا هناك في تفاوتات في الطرح الاشتراكي، يعني طرح ما بين اشتراكية الدولة، اشتراكية المجتمع، اشتراكية السوق الذي يحاول أن يزاوج بين الاشتراكية والسوق، الشيوعية أيضا، بين أيضا الطرح أنه اضمحلال الدولة وأنه من كل حسب طاقته وكل حسب حاجته، هذا المثال، إلى الواقع أنه في داخل بلع الدولة للمجتمع، سيطرة الدولة على المجتمع. أصبح يطلق على بعض الأنظمة الشيوعية ونظام شيوعي لأنه رأسمالية الدولة، بمعنى ليس هناك في دور حر إلى الكادحين أو للشعب في تسيير أموره والانتفاع منه. أصبحت هناك في بيروقراطية في غيره، بحيث شيوعية غير إنسانية بدأت تطلع، ولا شفنا بعدين في الأخير التي مثل ما طرح في 5000 بلشفي أطاحوا بالحكم القيصري، وخمسين مليون عضو في الحزب الشيوعي السوفيتي ما قدروا يحمون نظام الاتحاد السوفيتي. هذا يراويك التحول في نفس نظام شيوعي. والآن طبعا طلحت أيضا مذهب الشيوعية الأوروبية اللي هي إعطاء دور جانب إنساني ومزاوجتها بالديمقراطية، لأن طرح كأنه شيوعية نقيض للديمقراطية. هذه المسائل هذه، ولذلك نحن لا تفتش الإنسانية عن شيء يجمع الحرية، العدالة الاجتماعية صح تكون مرتكز، ولكن مقترنة بالحرية، مقترنة بالتطور الاقتصادي، مقترنة بالمبادرة، مقترنة يعني ليست المساواة المطلقة، ولكن تحقق العدالة الاجتماعية بحيث يعيش الإنسان حياة حرة وكريمة وما يسمى بعمل لائق. هذا يمكن الآن الطموح مطروح، هل يتحقق ولا لا؟ لكن عندنا نماذج، عندنا الدول الاسكندنافية مثلا، عندنا استراليا، عندنا نيوزيلندا وايسلند ايضا. واذا شفنا راجعنا المؤشرات في هذه البلدان، لماذا هذه قدرت تحقق هذا؟ انا في اعتقادي جانب منها ان هذه الدول لم تستعمر الدول الاخرى، يعني الدول الاسكندنافية ما استعمرت، ما عدا يمكن هولندا اللي هي ايضا تضم الى غيرها، لكنها لم تستعمر الدول الاخرى، فعندها تراث الارث الانساني موجود فيها. ثاني شيء، عندها زاوجت أكدت على الديمقراطية وأكدت على العمل المنتج وأكدت قيم إنسانية لشعوبها داخلها، وسووا سيستم يعني يعلي من رقابة الشعب على الحكومة، ونظام خالي من الفساد أو في فساد لكنه يستأصل ونظام تاجي. نسوق على ذلك مثلا النرويج بلد نفطي يصدر مليونين برميل في، لكنه ما تحول إلى دولة ريعية على طريقة نوير والحكومة ترشي الناس وتخضعهم وغيره وتدفعهم، لا. لماذا؟ لأن هناك في قيم ونظام قوي في هذا الموضوع. الآن يمكن طرح، طبعا إحنا إذا ننظر إلى وطننا العربي ما في هذا الشيء، جزء منه يمكن من الأرث التاريخي، جزء منه تركة الاستعمار، جزء من البنية السياسية. ولكن أريد أيضا أن أضم صوتي إلى صوت الأخ عيسى.
بغيت استدرك شغله. الامم المتحده على فكره خصوصا الان دي بي والاسكوا حذروا من الوضع في الدول العربيه، الوضع الكارثي هذا وغياب العداله الاجتماعيه واللي هي اسى واحد من اهم اسباب الربيع انتفاضات الربيع. اي خلاص دقيقه واحده. واذا تلاحظ بس على من تقرا مزامير يا داود، من 2003 تقارير اليو ان دي بي كل سنه يستعرضون مشكله اشكاليه من اشكاليات المجتمع العربي، مره عن الشباب، مره عن البطاله، مره عن المراه، مره عن غياب التنميه الحقيقيه، التعليم، يعني تناولوا في كل سنه. اسكوا نفس الشيء. انا حضرت حقيقه مؤتمر الاسكوا في بيروت اللي هو منظمه التنميه والاقتصاد الاجتماعي لغرب اسيا، يعني تضم المشرق العربي وبعض الدول الاسيويه، وطرح هذه الشغله ولف هناك في تقرير ونوقش وقدم للدول العربيه، لكن لم يكن احد يكترف بما بما بما, بما تقدمه. الان الربيع العربي اكيد هذا الشيء موجود، واكيد موجود، وحتى الثروه الهائله التي تتمتع فيها دول الخليج نسمي مجلس التعاون، واللي هي في بلدان قليلة السكان جدا ويمكن أن يعيشوا برفاهية مطلقة، ولكن هذا احنا شايفين تنعدم فيها العدالة الاجتماعية. وهناك ومن أكثر المناطق اللي هناك فيه بون شاسع بين القلة التي تملك والقلة والأكثرية التي لا تملك. وعلى فكرة هذه ظاهرة عالمية ووباء جالس يستحكم أيضا عالميا، بمعنى أن 5% من سكان العالم يملكون ما تملكه 95% من باقي العالم. شخص مثل يعني صاحب مايكروسوفت مليار، يعني ثروته يعني وصلت ما ادري 100 تجاوزت 100 مليار، يعني هذه ميزانيات دول باكملها او عديد من الدول وكذا. فالتفاوتات تزداد، وهذا التحدي الكبير، بحيث ان احنا مع المثل مع الوعي، لكن الامل هو مثل ما طرح بان في نظام عالي، في نظام اول وطني عادل، نظام اقليمي عادل، نظام دولي عادل. هذه هو صراع البشرية ولا أدري متى يتحقق. وشكرا لكم وعفوا على الإطالة. شكر الأخ الأستاذ عبد النبي العكري على ورقة القيمة. نفتح الباب للأسئلة وللنقاش. الميكروفون محمد عبد الرحمن. شكرا للرئيس، وايضا الشكر للمنبر التقدمي على الاحتفاء بيوم العدالة الاجتماعية، والشكر ايضا لكلا الاستاذين العزيزين. يعني موضوع العدالة الاجتماعية موضوع هام، موضوع استقرار سلمي في المجتمعات، ومثل ما تفضلوا كلا الأستاذين العزيزين، للأسف الشديد العدالة الاجتماعية مقيدة، ليست فقط يعني مقيدة عالميا، ولكن إذا سلطنا الضوء على الوطن العربي وعلى مجلس التعاون وعلى حكومة مملكة البحرين، نشوف وين تكمن التناقضات عندما تأتي يعني مقولة العدالة الاجتماعية في دساتيرها وفي أيضا المواثيق الدولية. مرتكزات العدالة الاجتماعية يعني هي الحرية، الديمقراطية، العدالة، حقوق الإنسان، الشرعة الدولية موجودة وبينت أبعاد العدالة الاجتماعية. للأسف الشديد لو عكسنا مثل ما تفضلوا في منظمة العمل الدولية أيضا أتت بإعلان العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة. طبعا الثالوث المتوحش كلا الصندوقين ومنظمة التجارة فرقت البعد الاجتماعي في قوانين العمل، والقانون الدولي في بعد اجتماعي، ولكن وهذا الإعلان مصدق من أطراف الإنتاج الثلاثة، الحكومة وأصحاب العمل والعمال. للأسف الشديد هذه الأطراف عندما ترجع، والمسؤول الأول عن هذه الاتفاقيات والمواثيق الدولية الجانب الحكومي حكم أنه هو اللي يرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ولكن هو أيضا يفرق حتى دساتيره، ليست فقط المواثيق الدولية. الدستور ينص على أن العدل أساس الحكم،
وأن القوانين الاقتصادية تبنى أيضا على البعد الاجتماعي. هذه كل هذه المواثيق والقوانين تفرق في الحراك العملي في داخل المجتمعات. لذلك الآن مملكة البحرين من خلال الجانب الحكومي فرق مسألة العدالة الاجتماعية، انعكس على الواقع العمالة في الداخل بكل المجموعتين، إن كانت العمالة المهاجرة والعمالة الوطنية، الآن لديها يعني أجور متدنية، وضع يعني متردي في جوانب الأجر لغياب الحد الأدنى للأجر، وهذه اتفاقية واضحة للأسف الشديد لم تطبق أيضا في مملكة البحرين، مع أن هي مصدقة على الاتفاقية العربية للحد الأدنى للأجر من 1984 الاتفاقية العربية، ولم تتم تطبيقها في الداخل. أغراق السوق بالعمالة المهاجرة الرخيصة في وضع مأساوي أدى أيضا إلى تغييب العدالة الاجتماعية. وجود البطالة الآن في داخل العمالة الوطنية على أن تصل إلى أكثر من 5000 عامل أو من مخرجات الجامعة، 5000 جامعي عاطل عن العمل، غير النسبة العالية في البطالة اللي وصلت بين 8 إلى 10%. هذا المسار اللي غيب العدالة الاجتماعية الحقيقية. أتى قانون العمل وضع أيضا التغييب الكامل للبعد الاجتماعي في قانون العمل، مما انعكس بشكل يعني سيء على الواقع العمالي، وعطى الفضل الأكبر في القانون لأصحاب العمل. فكل هذا التغييب أصبح أصحاب العمل هم يعني اللي لهم الحصة الأكبر ولهم المجال الأكبر في موضوع سوق العمل. لذلك قيبت العدالة الاجتماعية. أنا أقول إذا أردنا على الأقل الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية في مجتمعنا، يجب أن يكون هناك عقد اجتماعي واضح بين أطراف الإنتاج الثلاثة، يكون هناك حوار اجتماعي، مجلس أعلى للحوار الاجتماعي، مجلس اقتصادي اجتماعي، يعني يتكون من الإنتاج الثلاثة والمسؤولين من الخبراء الاقتصاديين المعنيين، لكي يستنهض هذا السوق بشكل صحيح، ويكون السوق البحريني ليس اقتصاد الحر بامتياز، وإنما يكون اقتصاد سوق اجتماعي للحفاظ على الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية في داخل هذا السوق. كل هذه المسائل مغيبة، إلى أن بيّن أحد الخبراء الاقتصاديين البحريني بأن إذا أردنا على أن نحافظ من ما يتساقط الآن من الطبقة الوسطى إلى الحد الأجن إلى ذوي الدخل المحدود أو خط الفقر، يجب أن يكون المرتب 800 دينار. قيلت من خبير اقتصادي أين هذا المبلغ الآن؟ إذا الأساتذة الأستاذ عيسى الآن والأخ أبو منصور يبينون الواقع للأسف الشديد المتدني اللي يفتقر للعدالة الاجتماعية في سوق العمل البحريني، والسبب الرئيسي الجانب الحكومي في هذا الوضع المتردي لسوق العمل. وشكرا. شكرا أخ فاضل الحليبي. في البداية الشكر موصول للأستاذ عيسى سيار والمهندس عبد النبي الأكري وإلى مدير الندوة. بالنسبة لموضوع العدالة الاجتماعية، يعني اختيارنا لهذا الموضوع ليس فقط يعني هو بالمناسبة، يعني أساس الاحتفال بالذكرى 11 إلى إقرار يوم العدالة الاجتماعية في عام 2007 من قبل الأمم المتحدة، ولكن لأهمية هذا الموضوع، لأن العدالة الاجتماعية موضوع مهم جدا، ويبين يعني إن كثير من البلدان العربية وبلدان العالم ما يعرف العالم الثالث وحتى الدول الرأسمالية ما في عدالة اجتماعية. أنت كيف يقاس هذا المؤشر يعني عدالة اجتماعية حتى في الأحزاب السياسية لتعبر عن أفكارها السياسية ومعتقداتها؟ يعني تقدر تستشف هل هذه الأحزاب قادرة أو تؤمن بالعدالة الاجتماعية، تؤمن بالمساواة، تؤمن بعدم استغلال الإنسان لأخيه الإنسان؟ هذه أفكار آراء، فأنا أعتقد هذه غايبة حتى عن مو بس فقط حكومات، حتى عن أحزاب سياسية مثل هذا المبدأ الإنساني العميق والمهم مغيب. فالعدالة الاجتماعية تعني بما معناه أن تكون التوزيع يكون عادل في المجتمع، مو موجود هذا التوزيع العادل في معظم البلدان العربية ومعظم الدول ما يعرف العالم الثالث حتى الدول الرأسمالية. يعني لما نتكلم عن ذكر أبو منصور فيما يتصل الدول الاشتراكية حول العدالة الاجتماعية،
أعتقد العدالة الاجتماعية طبقت في هذه الدول، وأن كان البعد السياسي هو السبب الرئيسي في الأخطاء اللي حدثت، أما العدالة الاجتماعية كانت بالعكس موجودة، والدليل على ذلك الآن في بعضهم يعني يحن للماضي لما يعيش حاليا من كوارث كإنسان عاش في النظام السابق ويعيش الوضع الحالي. يعني هذه واضحة، يعني كانت الأوضاع مختلفة، لما تتكلم في الصحة ومجانة التعليم، مجانة الصحة مع السكن، كل هذا شنو يعتبر عن توزيع عادل للثروة، ولكن الجانب السياسي ممكن هذا هو أحد الأسباب أو أحد أسباب الأخطاء اللي حدثت في هذه الدول. بالتالي نحن نتكلم عن العدالة الاجتماعية كمبدأ إنساني عميق في المجتمعات، أو تناضل من أجله الإنسانية لتطبيقها على الواقع الملموس، هذا يغيب. فهذا أهمية اليوم احنا نأكد على موضوع العدالة الاجتماعية. فالعدالة الاجتماعية والتوزيع، فلما ضربت للنرويج، النرويج أو الدول الاسكندنافية استفادت في كثير من جوانبها، خاصة الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية اللي حكمت في تلك البلدان استفادت من الدول الاشتراكية، طبقت العدالة الاجتماعية، لكن الجوانب الآخرى ما طبقتها في مفهومها، فاستفادت في الأبعاد الاجتماعية للنظم الحاكمة آنذاك كمقياس إلى ما جرى من تطورات اجتماعية، شلون في الضمانات الاجتماعية وغيرها وغيرها في بلدان الاسكندنافية. لذلك تشوف النرويج أو السويد أو الدول الأخرى الدنمارك أو غيرهم من الدول قطعت أشواط في هذا الجانب. شكرا. الخوين المتداخل الزميل الصديق أيام الدراسة الجامعية شياب احنا. المهم في الواقع أنا تمنيت لو المحاضرين توسعوا في موضوعين مهمين جدا يتصلان بالعدالة الاجتماعية. قبل لا أنسى هذه النقطة، يعني لو حضروا أرقام يمكن عندنا الاقتصادي الرفيق أبو شريف يحفظ أرقام، يعني أرقام خاصة المتعلقة بالفساد. الفساد له دور بالعدالة الاجتماعية، ودور النظام الرأسمالي هو نظام يعني يتفاخر بأنه ما فيه فساد وإحنا نتفاخر فيه، وهو نظام مصدر للفساد بدعم لأنظمة الفساد. هذه من متناقضات الأنظمة الرأسمالية، تدعم أكثر الأنظمة تخلفاً وأكثر الأنظمة لا ديمقراطية، وتساعدها وتدعمها في قمع الحركات الديمقراطية والتقدمية داخل مجتمعاتها. هاي متناقضات النظام الرأسمالي. أنا في نقاط كنت بتكلم عنها بخصوص ما طرحها الأخ عيسى، يمكن هو ركز أكثر شيء على المنظمات الدولية، لكن سبقني أبو منصور أن المنظمات الدولية وخاصة على رأس الأمم المتحدة وجودها أفضل من عدم وجودها. نتصور العالم اليوم يعني رغم كل ما يقال عن الأمم المتحدة وعدم الديمقراطية فيها لولا وجودها، على الأقل هي الأداة لإثبات لا أخلاقية الأنظمة الرأسمالية المتحكمة داخل مجلس الأمن من ضمنهم الولايات المتحدة. لنرى اليوم الولايات المتحدة شلون تهدد حتى في القضايا الأخلاقية لحركة شعب مثل الشعب الفلسطيني بالفلوس، إني رايح تسحب حتى مالها عن وكالة مساهمتها في الأمن. وعد ما صار كنظام أخلاقي توافقي دولي في اليونسكو القرارات لصالح قضية الشعب الفلسطيني انسحبت، سبقت حتى إسرائيل. إسرائيل تفاجأت من سحابها، ما توقعت انسحابها، يعني صهيونية أكثر حتى من إسرائيل. فهذه يا أخوان يعني موازين قوة، يعني نفس يوم العدالة الاجتماعية مثل ما تفضل الرفيق فاضل اللي حدد، أنا كنت بسأل عنه، حدد 2007 مثل ما قال، هذا تحت تأثير أن التفاوت الرهيب في الثروة
والتوزيع غير العادل، ما كان في يوم يوم إلا ليوم العدالة الاجتماعية. طبعا الأخ أبو منصور بحكم معرفته بالأمم المتحدة والقضايا الحقوقية أمثلة لمنظمة العمل الدولية. المنظمة العمل الدولية بحكم أنا طبعا اختصاصي في قسم العلاقات الدولية في وزارة العمل، الأساس أنها مو فاعلة مثل ما تفضل الأخ عيسى، لأن هناك أيضا نظام التصويت. نظام التصويت الحكومات لها صوتين والعمال لهم صوت وأرباب العمل صوت، يعني تقدر تقول ثلاثة أربعة الأصوات، لأن التجار دائما ويا الرأسماليين دائما ويا الحكومات، ما عدا بعض الحكومات أيام المنظومة الاشتراكية بالذات. وعلى ذكر المنظومة الاشتراكية نأخذ مثل على حتى قرار شلون التفاوت اللي صار، قرار على ذكر العنصرية شلون احنا افتقدنا بسبب غياب الاتحاد السوفيتي وانهياره وتفكك العرب، قرار مهم يدين العنصرية. هذا صدر في نوفمبر 1975، صوتت عليه الجمعية العامة المتحدة. بعدين لما قاموا يحضرون إلى مؤتمر مدريد للسلام تم إسقاط هذا القرار مقابل سكوت العرب. وشكرا. مساء الخير، شكرا للإخوان. أنا بطرح موضوع العدالة من زاوية اللي تهمنا كيساريين أكثر من الزوايا الأخرى. هناك بطبيعة الحال عدة أوجه للعدالة الاجتماعية. القضية المركزية في العدالة الاجتماعية في الفكر اليساري هي قضية توزيع العدل للثروة، توزيع العدل للدخل، يعني هذه هي القضية، ثروة ودخل. هذا الموضوع، هذا الموضوع له علاقة بما يطرح الآن كتب كثير في العشر سنوات الماضية حول لا مساواة في الدخل والثروة. هذه القضية لها أهمية أيضا خاصة، لأن هي التي تراجعت خلال 40 سنة الماضية. يعني إذا خذينا المساواة الجندرية بين المرأة والرجل تقدم، المساواة بين الأقليات والأغلبيات في بلدانا تقدم، انهينا نظام فصل عنصري ما عدا باقي نظام واحد باقي في الموضوع، قضايا كثيرة، قضايا البيئة تقدمت، في قضايا كثيرة تقدمت أو راوحت في محلها. القضية الوحيدة إذا نحسب كلها قضايا لها علاقة بالعدالة، القضية الوحيدة اللي تتراجعت فيها هي قضية المساواة فيما يتعلق بتوزيع الدخل وتوزيع الثروة. هناك طبعا مؤشرات كثيرة ما كانت موجودة أيام كارل ماركس وإنجلز في قبل 170 سنة، تطورت هذه المؤشرات. في عندنا شيء يسمونه معامل جيني يقيس المساواة، إذا كانت 100% مساواة يعني واحد كل الناس متساويين صفر، وإذا كان واحد يملك كل شيء يصير 100، والدول تتوزع في هذه. في عندنا أيضا أرقام كثيرة درست خلال 200 سنة أو 300 سنة الماضية من قبل كتاب رواد في هذا الموضوع مثل بيكيتي وغيره، على موضوع توزيع الدخل لكل فئة من فئات المجتمع. أكثر 1% أغنى 1% في المجتمع كم يأخذون من الثروة، أغنى 10% كم يأخذون، النص 50% المتوسط كم يأخذون، أقل 20% أفقر كم يأخذون. ففي كم هائل من المعلومات ما كانت موجودة في السابق لما تم التنظير في فترة سابقة لهذا الموضوع. أنا أذكركم بس بفقرة قيلت في البيان الشيوعي سنة 1848، وتقضي البرجوازية أكثر فأكثر على تبعثر وسائل الإنتاج والملكية والسكان. نتكلم عن برجوازية تحطم كل ما هو موجود، وقد كدست السكان في المدن طبعا ومركزت وسائل الإنتاج وجمعت الملكية في أيدي أفراد قلائل، وكانت النتيجة المحتومة نشوء التمركز السياسي. يعني يتحدث كارل ماركس وإنجلز عن تمركز في الثروة في يد قلة من سكان رأسماليين، وناشئ عنه تمركز في الوضع السياسي، تمركز سياسي فيها. وهذه الظاهرة موجودة الآن حتى الآن بعد 150 سنة 170 سنة في المجتمع الأمريكي أكثر من أي مجتمعات أخرى. هذا ما سمي بالقانون التراكم اللانهائي لرأس المال. رأس المال ينمو 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 ويسحق كل الرأسماليين الصغار ويسحق المتوسطين والفقراء وإلى آخره. طبعا حدثت تغييرات كثيرة خلال 150 سنة اللي خففت من سرعة تراكم رأس المال. لكن وجات نظرية أخرى بعد الحرب العالمية الثانية
كتبها واحد أمريكي كوزينت عن موضوع أنه لا الرأسمالية في بداية تركز رأس المال وتراكم، لكن في مراحل متطورة منها اللي هو المجتمع الأمريكي والمجتمع الأوروبي في ذاك الوقت الرأسمالية لا ما تركز. فجاء نظرية ثانية، هذه النظرية تحاول أنه تبرر لاستمرار نظام الرأسمالي كما هو كان موجود. لكن أثبتت الآن الأبحاث الأخيرة اللي قادوها مجموعة من الاقتصاديين في العالم خلال 20 سنة الماضية، أثبتت أنه هذه النظرية خاطئة ونظرية صحيحة هو ما قيلت قبل 170 سنة في البيان الشيوعي، أنه رأس المال يتركز. ورأس المال سبب تركزه هو أن النمو في الأرباح مالته أسرع من نمو الاقتصاد، هذه هي المعادلة الرياضية اللي تحكمها. إذا نحن عندنا هذه المشكلة الرئيسية اللي الآن موجودة في كل أمور العدالة الاجتماعية قاعد تحدث تطورات. المشكلة الرئيسية في موضوع العدالة الاجتماعية اللي ما يحدث فيه تطورات ولا فيه اهتمام بطبيعة الحال من قبل مجتمع رأسمالي دولي، مجتمع رأسمالي دولي مستعد يتحدث عن مساواة المرأة بالرجل، مساواة الأقليات، مساواة كذا مساواة كذا، لكن غير مستعد أن يتحدث عن قضية العدالة الاجتماعية فيما يتعلق بموضوع التوزيع العادل للدخل والثروة. العولمة قامت بدور سلبي فيما يتعلق، العولمة سوت نمو اقتصادي في العالم لكنها أيضا ساهمت في أنه الطبقة الوسطى في أمريكا في أوروبا الظل كما هي، لأنه رأس المال اللي موجود في أوروبا أمريكا ذهب يستثمر في الصين في أيدي عاملة رخيصة وينتج أرخص. لذلك اللي صار على مستوى العالم أن الصينيين ارتفع دخلهم طبقة وسطى، والطبقة الوسطى اللي في العالم متقدم ظلت ثابتة. هذه القضايا الرئيسية هذه الآن ما عاد ممكن نتحلها على مستوى البلد الواحد. أول كان البلد الواحد تستطيع أن تسوي نظام ضريبي، الآن أنت بحاجة إلى نظام ضريبي عالمي يعيد توزيع الثروة على صعيد العالم. وفي هذه المعادلة اللي موجود حاليا القوة هي موجود لرأس المال العالمي وليس للعمال ولا النقابات. آخر نقطة أقول أشير في أمريكا، ما حدث في أمريكا في الثلاثينات سويت اللي يسموها النيو ديل، القضايا الكنزية بدأت وصار حقوق كثيرة حق العمال وإلى آخره. ارتفع مستوى تمثيل النقابي في أمريكا إلى 30% من العمال، أو أكثر من 30% من العمال الأمريكيين كانوا أعضاء نقابات. لذلك تقلص الفارق، ارتفعت الأجور وتقلص الفارق بين أحد أسباب تقلص الفارق بين الأغنياء والفقراء هو قوة النقابات. الآن النقابات في أمريكا تشكل فقط 10% من حجم قوة العمل، لذلك قوة العمل ضعيفة مقابل قوة رأس المال. وقضايا أخرى كثيرة ثقافية نشأت خلال 40 أو 50 سنة الماضية أدت إلى الناس ما تهتم بقضية المساواة الاقتصادية، تهتم بقضايا الهويات وقضايا الثقافة الأخرى. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سؤالي للأخ عيسى، والله أنا كنت أختلف معك شوي في موضوع إن في عدالة اجتماعية في سنغافورة. أنا من الناس أزور سنغافورة دائما. الانتخابات الأخيرية في سنغافورة المعارضة لم تحصل على نفس الحقوق في الإعلام والتلفزيون والصحافة والمجتمع والحرية في الأماكن العامة للحديث عن برامجها. صوت مو واضح. ففي مشكلة، في مشكلة في العدالة الاجتماعية هناك. صحيح سنغافورة متطورة من نواحي كثيرة، أيضا اللوائح حديثة مثلا كان في موضوع أنه والله منح رخص السيارات في سنغافورة، يقول لك والله في زحمة نوقف منح الرخص، بس هذا أيضا في مشكلة عدالة اجتماعية، في ناس حصلوا على رخص وليش آخرين ما يحصلون على رخص؟ يعني الآن واحد فقط لأنه قبل فترة حصل خلاص ويصير أحسن من غيره. يعني عدالة تقتضي حقوق متساوية للجميع، في مشكلة. أنا بتصوري أنا في مشكلة في هالجانب. الأخ أبو منصور انتقدت من جيتس من مايكروسوفت، لكن ما أشرت إلى جانب مضيء في شخصية هذا الرجل، يعني مجاله في العمل الخيري، عمل صندوق بعشرات المليارات من الدولارات الآن يقدم مساهمات، ولاحظنا أن مستثمر آخر بوفيه
قدم مليارات ايضا في الصندوق. فبيل جيتس قاعد يعني يعطي المجتمع والعالم اكثر بكثير مما اخذه بسبب اننا حب للعطاء وحب للعمل الخيري. وشكرا. انا عندي سؤال للاخ ابو منصور. ما ادري يعني من هي القوه الاجتماعيه اللي لها المصلحه في العداله الاجتماعيه؟ لان الكلام كان هنا بشكل مثالي وعام بس ما حددنا القوه الاجتماعيه اللي لها المصلحه نصير عداله اجتماعيه. يعني هل هي النخب الحاكمه؟ طبعا لا. يعني هل النخب اللي تملك او البرجوازيه او الرأسماليين؟ طبعا لا. هل هي النخب المثقفه؟ انا اشك في ذلك. يعني فانا لا اشوف ان للمصلحه في العداله الاجتماعيه هي الطبقه العامله. احنا مع الاسف في الندوه هنا يعني نتحاشى نقول هالكلمتين. يعني مثلا لما تقول العداله الاجتماعيه معناته في خلل في المجتمع بين من يملك وبين من لا يملك، بين من ينتج وبين من نفس ما قال ابو شرح ياخذ الارباح. يعني فالطبقه العامله اذا كان دورها فعال في المجتمع نفس ما قال ابو شريف النقابات في امريكا في يوم من الايام كانوا 30% ما ادري شنو، هني بيكون حلو في عداله اجتماعيه او في مكاسب للطبقه العامله. بس مع الاسف يعني هذا الموضوع على اهميته يعني حتى اللي لهم يعني اللي يمثلون الطبقه العامله مع الاسف مو موجودين في هالندوات المهمه، لا الاتحاد العام ولا الاتحاد الحر. اللهم الا الاخ مسكين محمد عبد الرحمن اللي في كل ندوه يحضر ويتكلم. ما ادري هالاتحادات يعني اللي يمثلون العمال والطبقه العامله ما يهمهم هالموضوع هذا. فانا اتمنى بس يعني ابغى اعرف الطبقه الاجتماعيه التي لها المصلحه في العداله الاجتماعيه. شكرا. شكرا. حمل ناخذ تعقيب من المتحدثين. تفضل. شكرا اخواني. طبعا في عجاله ما اريد اخذ من ثمين وقتكم، ولكن كثير مما قيل هو اثراء لما طرحته. يمكن صار بعض الالتباس في طرحي، بس انا بعلق على نقطه اثرها الاخ ابو منصور. بالنسبه للاي ال او هناك تمثيل ثلاثي. صحيح ان الدول لها الابر هاند، لكن منظمة العمل الدولية أخو منصور هي وجود التمثيل الثلاثي مانديتوري حسب ما أعرف. وبعدين هني يأتي القصور اللي أنا تكلمت عنه، إن غياب الإرادة الدولية والإرادة المحلية اللي عالجتها في آخر ورقتي في ماذا؟ في التنفيذ. يعني المنظمات الدولية احنا نقول في محرك داقمة، تعرفون داقمة يعني ما في حلج ضروس لكن تقدر تهذر، عرفتوا؟ احنا نقول داقمة يعني لا تقم، ما في حلج ضروس، يقدر يتحك ويهذر ويصدر ويلعلع لكن ما يقدر يعض، ما لها نياب، مثل تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية. المهم أنا حقيقة حبيت أوضح أن مو بالسبب أن العمال مقلوب على أمرهم وأصحاب، لا، في الدول الثانية الاتحادات أصحاب الأعمال والعمال لها يد، لكن هنا غياب الإرادة وغياب إرادة المنظمات الدولية التي أنا أقولها أصبحت وعاء لإذلال الشعوب. المهم النقطة الثانية في هالجانب، الحديث يقول إذا رأى أحدكم منكرا فليغيره بيده. هذه الأمم المتحدة. الأمم المتحدة والميالس اللي قال عنها أبو منصور والأستاذ رضي هي أضعف الإيمان، هي أضعف الإيمان، إن كانت بعد أضعف الإيمان. أصبحت القرارات تيلر ميد، والدول والحكومات وكذلك المنظمات
الان جي اوز تروح عند امريكا على اساس تكسب رضاها، وحتى الاحزاب تلجا الى من؟ تلجا الى هذه اللي هي الام مال الراسماليه المتوحشه اللي قال عنها ساركوزي. نقطتي حق او ردي على اخوي محمد، طبعا انا قلت اخوي محمد مع انا مع العقل الاجتماعي، كل هذه امور جيده، لكن انا اقول لك عند اعاده هيكله اي اقتصاد هذه مو شيء جديد جايبته حكومه البحرين. اعاده هيكله الاقتصاد في استراتيجية وسياسات وفي اليات عمل، وهي باكج. يعني شلون الباكج؟ انا لما اخذ من الدعم ما دعم وكذا، من جانب اخر ارفع قدره الانسان على اساس ارفع من وجود الطبقه المتوسطه اللي هي الضامن لاقتصاد، نمو اقتصادي صحي. هذا مش موجود. هم ياو قالوا سووا ذي وسووا ذي، هذه يسمونها سياسات ردود افعال. ومن قال ان البلد يعني فقيره او محتاجه؟ ما نريد نتكلم اكثر لان هذا مو مجال، لكن ممكن ان تتطور او ممكن ان البلد تعيش متعافيه. انا قلت النقاط الخمسه لكم، يعني وضحت لكم ما المطلوب، واقول حق منصور بعد، واقول حق اللي قال ان الامم المتحده وجودها احسن. نعم وجودها، ولكن بآليتها الحالية أصبحت بيت للتآمر على الشعوب وإذلالها من خلال المصالح ومصالح وشيلني واشيلك وحك ظهري وحك ظهرك. بنتقل في عجالة إلى سيد فاضل، ما عندي أي شيء. أخوي رضي وهو زميل، نعم روحه شباب، ما في مجال أتكلم أكثر بأرقام في هالوقت الفسحة ذي، ولا كان أدليت بدولي بأرقام لبحوث ودراسات أجريت، ولكن إذا في فرصة ثانية ممكن أجيبها، ما عندي مشكلة. أخوي أبو شريف شاكر لك، نعم أتفق معك إنه النمو في أرباح النظام الرأسمالي نعم أصبح أسرع بكثير من النمو الاقتصادي، ولذلك اعترفوا هما بالرأسمالية المتوحشة اللي بدأت تقضي على حتى الهيكل والطبقية عندهم، وهذه مثل ما شفتوا في أزمة الرهن العقاري ما تسمى بأزمة كثير من المؤسسات المالية، كثير كل يوم نشوف تحت في الأخبار 100 بنك سكوا، 120 بنك في أمريكا مو في البحرين. دكتور جاسم، أنا طبعاً ما سمعت تساؤلك، لذلك يعني صحيح أن المعارضة لم تعطها، مش أتفق معك. والأخ عبد علي فريدون، من قال أن إحنا ما تكلمنا عن الحقوق العمالية؟ بالعكس، أنا والأخ منصور تكلمنا أن العدالة عدالة شاملة وليست مجتزئة، هي ليست عدالة قانون أو مجلس نيابي أو كلام من هالقبيل، هي عدالة مجتمعية كاملة تنبع من مؤسسات الدولة، لها إطار دولي وإطار إقليمي وإطار محلي. هذه الإيرادات الثلاث مو موجودة، فأصبحت هذه التراتيب بمؤسساتها عملت على إذلال الناس، وحصل ما حصل من الفجوات هذه اللي هي الـ 80-20 اللي تكلمنا عنها وتكلموا عنها. والنقطة الأخيرة أخواني، أعيد وأكرر، المنظمات الدولية، اسمح لي أخوي، المنظمات الدولية والمحلية وغيرها بوضعها الحالي لن تقدم أو تؤخر. أنا قلتها وقالها الأخ أبو منصور، أن يجب إعادة النظر في هذا النظام. إحنا قلنا بهالطريقة هذه خلاص معروف توجهات، قضية ترتفع للسماء مثل تقرير الغزو على
نرى. قالوا لك لأن فلسطين ما صارت دولة ولازم الدولة هي تسوي كيس في المحكمة هناك، يعني طويل وعريض وتقرير بارز في يدهم، يعني بس تحطه في المحكمة وتحط للمحامين. وإسرائيل مدانة لأن أدانها التقرير وصوتوا عليه. وين هذه التقرير؟ إسرائيل لا زالت ترتع وتمرح وتسرح وكل يوم تأكل لها أرض. والنقطة الأخيرة، الشعوب نعول عليها وشفتها في يعني الثورات العربية، وكل ما قيل عن الثورات العربية من أنه كذا ومؤامرة وكذا، لأنهم أرادوا أن يوسمونها وأن يسقطون إسقاط عليها. لا، الثورات العربية جاءت عن تراكمات تاريخية في ظل وجود القمع والاستبداد، وسيحدث التراكم وستذهب الشعوب، والشعوب لن ينطلي عليها مع الزمن مسألة الطائفية والقصص هذه والمذهبية واللي يطقون عليها والأمور ذي. ها مو موجودة عندنا بس، موجودة في كل مكان. في يوم من الأيام سترى بأن الكل مديوس على رأسه. شكرا. يعني شكرا للأسئلة والملاحظات. تأكيد هو موضوع متشعب واسع معقد، يحتاج إلى اقتصاديين، يحتاج إلى علوم سياسية، يحتاج، ومن المستحيل يعني في هذه العجالة فقط رؤوس أقلام، وأكيد فاتت علينا أشياء عديدة. أود أن بس أطرح فقط نقاط وليس رد على الأسئلة. الآن مسألة العدالة الاجتماعية اترك اللي في التراث الإنساني، ولكن نأخذها إلى الدول الاشتراكية. ما هو منبع هذه الأفكار أو الدول الاسكندنافية لما تقول أنه نقلت تحدي اللي شكلت الدول الاشتراكية، شكل تحدي لأنظمة مو فقط الدول الاسكندنافية، حتى الدول الرأسمالية الأخرى يعني الكبرى، يعني أكيد شكل تحدي واستفاد. طبعا هذا ذكاء أنه تستفيد من خصمك أو من منافسك على الأقل. لكن بالنسبة إلى الأقل بالنسبة لأوروبا، جذورها أيضا موجودة في الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية، وكانت ذاك الوقت يعني أيام بداية الاتحاد السوفيتي ولينين وغيره، كانت كأنها مسبة لما تقول اشتراكي، يعني يعتبر انه هذا يميع النظرية الاشتراكية العلمية او الشيوعية، وحتى كانوا يرسمون قيادتها بالمرتدين. لكن اثبت التاريخ انها ايضا هذه كانت قاطرة مهمة في تطوير، خلنا نسميها، أو تغيير في بنية الرأسمالية، بحيث أصبح لدينا ما يسمى الاشتراكية الديمقراطية، وهو في جوهره طبعا نظام رأسمالي، لكن يتمتع بقدر كبير من العدالة والتنمية وغيره في قدر كبير. فهو ليس يعني فقط نقل تحدي أريد أن أقول، بل لكن موجود في جوهر هذا الفكر الاشتراكي، في الفكر اللي فساد في أوروبا من أحد المذاهب الأساسية اللي هي الآن. خلنا من هو السؤال أخ فريدون، عبد العال فريدون، من هو الذي في مصلحته نعم هو في مصلحة العمال، بس مفهوم العمال تغير الآن في العالم. العمال ليس العمال هذه اللي كنا نتكلم البروليتاريا أو الكادحين، بل كل من يعمل بفكرة بذهنه أنت لما تتكلم اليوم عن العالم، كم نسبة العمال الذين يذهبون إلى ما نسمى تقليديا المصانع؟ نسبة قليلة. الطبقة الوسطى توسعت، العمال الأعمال الفنية، دخول يعني تطور كثير في الإنتاج، بحيث اليوم تحصل شركة مثل جوجل أغنى من مثلا أغنى شركة من نفط من مثلا تكساكو أو غيرها أو غيرها، يعني موجوداتها أو قيمتها في السوق، وهذه توظف أيضا بمئات الألوف. هل هؤلاء يذهبون تسميهم عمال؟ أوكي، هو يقتح بذنه. فإذا هؤلاء لهم مصلحة أيضا في العدالة الاجتماعية. ثاني شيء، لما نقول بأن الساسة أو الفكر والساسة المتنورين المدركين للمصلحة الوطنية والمصلحة أيضا لهم، أيضا ممكن يكون يعني ليس
كل من هو في السلطة ضد خلنا نسميهم أو الذين لهم في الحكومة أو غيره في هذه الدول الغربية، هم أيضا كانوا يرون أن تطور النظام في الرأسمالي نفسه، تطور الاقتصاد، تطور يكمن في إدخال جرعات معينة من العدالة الاجتماعية. هذا لازم ندركه. إذن هي ضرورة، هي ضرورة في العدالة الاجتماعية. الآن أريد أن أطرح نقطة اللي هي التطور السريع ما يسمى بالنمور، النمور يعني تفكير واعي لمصلحة النظام أوسع أكبر من مصلحة فئة ضيقة. لا أقول أنه يتجاهل مصلحة ضيقة للأقلية، ولكنه يدرك بأن استمرارية النظام وتطوره يتطلب نوع من العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة والنمو الاقتصادي إلى آخر ذلك. ما يسمى بالنمور أو ما طرح بين ظاهرة النمور، النمور الاقتصادية الخمسة، أيضا النمور الآسيوية وغيرها، ومنها الصين. الآن نريد أن نقول صحيح هذه نمت بمعدلات اقتصادية مرتفعة بحيث أخرجت الملايين من الفقر وحققت قدر من العدالة الاجتماعية حتى في الصين في 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 نوع من العدالة، لكنها بالمقابل أيضا لا الحين الصين مثلا لما نأخذ الصين، الصين أكيد مستوى المعيشة تتطور وأخرجت ملايين من البشر من الفقر والفقر المدقع وغيره، وسيحتفلون أفتكر 2000 ومدري كم على القضاء على الفقر نهائيا، وصاروا الناس يحصلون على التعليم والحياة اللائقة وغيره. ولكن هل هذا ألغى التفاوت داخل الصين؟ بالعكس، هو اسمه يحكم الحزب الشيوعي صحيح يحكمه سياسيا، ولكن كنظام اقتصادي أنا في اعتقادي رأسمالي فيه دور كبير للدولة، رأسمالية الدولة، ولكنه قدر كبير رأسمالي. وترى أن اليوم في الصين سندباد مدري الأكبر شركة للتوزيع الخدمات أكبر من حتى علي بابا مثلا، سوى مقابلة يعني داخل الصين في بليونيرية أيضا، وفي تفاوت أيضا في المناطق ما بين المدن الجديدة وما بين الريف، في تفاوت في الحياة السياسية وغيره غيره. فإذا يعني نحن لا نأخذ بس لأن اسم الحزب شيوعي أو لأنه نمر من النمور الاقتصادي صحيح، لكنه أيضا هناك في غيره. الآن لما نتكلم عن، أنا حاولت أن أعطي نموذج بس أسماء لكن دون أن أقول أنهم سيئين، هم الأسوأ. أعطيت بيل جيتس وبافيت، لكن هذا المكسيكي مثلا اللي هو أيضا يعتبر رايح عن اسمه من أصله أيضا، يعني هذه ظاهرة يعني أوكي، كيف يصير يعني واحد يصير لا يتحتم عليه أيضا فرض مثلا ضرائب شخصية تتناسب مع دخله، الآخرين الذين يعملون لماذا هو يحصل على الجزء الأكبر من أرباح الشركة؟ أليس العاملين أيضا اللي حق في هذه الأرباح التي تتحقق التوازن؟ يعني هذه أسئلة مطروحة. ممكن ينشي منظمة خيرية مشكور على ذلك، لكن في رأسماليين آخرين لا يقومون بهذا. لا أوكي خلنا نطرحها، ما عليه بس في ناس أسوأ منه. بالنسبة لسنغافورة أنا طبعا ما تعرضت إلى الحقوق السياسية، أنا تعرضت إلى أنه ارتفع مستوى يعني المعيشة، أو مو أنا طرحته يمكن الأخ عيسى طرحها، بمعنى أنه خرجت هذه الميناء اللي شهرته تقوم على كماخور أكثر شيء وعلى يعني متخلف جدا إلى اقتصاد هائل قوي جدا ودخل مرتفع، معدل دخل مرتفع. فإذا تحقق رفع كبير في مستوى المعيشة، وأظن أن التفاوت الاجتماعي في سنغافورة ليس كبيرا مثل باقي الاقتصاديات. يمكن احنا زرنا الإسكان تقريبا 95 يتمتعون بإسكان مدعوم من الدولة، 95% من السكان. فيعني أنا أقول إنه هناك فيه، أنا أتفق في شغلة معينة بأنها العدالة الاجتماعية مثل ما طرح أبو شريف تحقق تقدم في كثير من مجالات البشرية، مثلا القضاء على العنصرية، القضاء على التفاوت بين الجندر، مثلا علاقات الجندر تحررت. لكن هناك في ظاهرة العدالة الاجتماعية تتفاقم، مشكلتها تتفاقم، وإن حلت في بعض المناطق في بعض البلدان تحقق فيها هذا الشيء، في بعض البلدان لا. وهناك لكن أيضا مشكلة خطيرة هي العدالة الاجتماعية ما بين دول نفسها أو شعوب بأكملها. ستجد أن هولندا يمكن عندها ثروة اللي هي 5 مليون تعادل يمكن نصف أفريقيا،
هذه مشكلة. في دول تنهار فعلا، الدول اللي يسمونها جنوب الصحراء، ويمكن بعض الدول العربية بعد انهارت، ليبيا انهارت انتهي يعني، في دول عربية، السودان، يعني هل تقول بأن هناك لبقت دولة أو غيرها أو جالسة تتحلل في حروب داخل هذه البلدان؟ وطبعا إذا في حروب وفي غيرها وين تكون في عدالة اجتماعية؟ فإذا هذه مشكلة أيضا، التفاوتات ما بين الدول. في اللي طرحه أبو شريف الملاحظة هي فكرة فعلا فكرة، ليست فقط أمريكا الآن، هذا ماكرون مثلا في فرنسا، معروف فرنسا فيها اتحادات عمالية عريقة وقوية، قدر يمرر قانون عمل الذي يتيح للشركات الصرف يعني اللي كانت عليه قيود أكثر في العهود السابقة، والتي كانت فرنسا تقليد أنه من الصعب جدا أن تصرف العمال صرف جماعي، واستطاع يمرر هذا القانون الأخطر، بأن أحزاب صارت من الحرب العالمية الثانية ويمكن قبلها انهارت تماما. حزب الاشتراك اليوم عنده 20 نائب، من كان عنده مدري 270 مدري 300 نائب في الجمعية الوطنية، يعني الأحزاب الرئيسية كلها، وطلع لك حزب يقوم يتمحور حول الرئيس ماكرون وخط الرئيس ماكرون وكل الاحتجاجات العمالية مع تقديرنا لها، ولم تنجح في إيقاف هذا القانون. كم ينتمي الآن حتى في الدول الغربية إلى، مش بس أمريكا، حتى في بريطانيا غيره، كم ينتمون إلى النقابات؟ وهني لازم يطرح مسألة وهو إعادة النظر في النقابات، هل النقابات فقط للعمال أو المستخدمين؟ هذا أيضا سؤال يطرح. ففي أشياء تحدث في العالم، يعني طبعا تحديات من نوع جديد لا تجيب عليها النظريات اللي نعرفها سابقا أو المعارف اللي نعرفها سابقا، بل هي تطرح تحديات تماما جديدة. العولمة تطرح تحديات كبيرة، ولا يكفي أنك تشتم العولمة لتقول العولمة المتوحشة وينتهي. طيب ما هي جالسة تفرض في سوء غيرها، كيف الشعوب، كيف تكون هناك في عولمة الشعوب أيضا في نضالاتها في دعم بعض بعض؟ أنا أتفق مع أبو شريف بأن الضريبة أو غيرها أو القيود المحلية لم تعد كافية، لأن في اقتصاد معولم وغيره ما لا تستطيع إلا إذا يكون هناك في نظام عالمي عادل في ظل هذه العولمة، وإلا ستكتسح كل شيء. وعفوا على الإطالة. بالختام نشكر المتحدثين الباحث والمحاضر الأكاديمي الأستاذ عيسى السيار والأخ الحقوقي الأستاذ عبد النبي العكري على ما تفضلوا به، ونشكركم على حضوركم، ونتمنى أن نلتقي معكم في ندوات قادمة.